السلام عليكم. بعد تأكيد تجمع وكلاء السيارات في رسالتهم الأخيرة إلى الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منتصف شهر فيفري الجاري أنهم سيستوردون سيارات جديدة تبدأ أسعارها من 99 مليون سنتيم، فإن أغلب المواطنين قرروا تأجيل شراء سيارة جديدة بسبب ارتفاع الأسعار لمستويات جنونية في أسواق السيارات، في انتظار دخول السيارات التي وعد بها الوكلاء بتسويقها بسعر 99 مليون سنتيم. وتشهد أسواق السيارات في الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا للزبائن وجمود في عمليات البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار من جهة، واقتراب دخول السيارات الجديدة من جهة أخرى، خاصة بعد تأكيد الرئيس الجمهورية أن توزيع اعتمادات استيراد السيارات سيكون بداية من شهر مارس المقبل إن شاء الله. سلام.